طبعا ضرب الرجل للمرأة أكثر من ضرب المرأة للرجل. يعني أنا قلت أن بعض الزوجات تضرب زوجها، قلته لأنه موجود لكنه قليل يعني أيضا، فلا يحتاج أن نقيم مؤتمرات عن ضرب الزوجات لأزواجهن في تصوري أنها أقل من غيره، وذلك لأن طبيعة جسم الرجل في الغالب سبحان الله يعني خلقها الله تعالى أقوى من طبيعة جسم المرأة. لذلك تجد أنك أنت وأختك بل أنت نفسك ربما طولك الآن أطول من أمك ولا لا، وربما لو مرضت أمك أو نحو ذلك استطعت أن تحملها بينما هي لا تستطيع أن تحملك. فجعل الله تعالى المرأة بهذا الجسد الرقيق الهين اللين اللطيف لأنها يعني تتعامل بمشاعرها أكثر مما تتعامل بجسدها. لذلك تجد أن الرجل قد يؤدب زوجته بالضرب وهي تؤدبه بالبكاء أحيانا، ويحصل على ما يريد بالصراخ وهي تحصل على ما تريد بالبكاء والعاطفة منه. فربما كانت عاطفة المرأة أحيانا يعني أشد من ضرب السيوف بالنسبة للرجال. هذا أول شيء، عظوهن مرة مرتين ثلاث أربع عشر، إذا ما نفع أهجروهن في المضاجع، ما ينام معها، يعني يزعل عليها، يقاطع كلامها بحيث أنه خلاص ما يتكلم معها، يجي يتغدى تقول له كيف الحال ما يرد عليها، طيب تبغى شاي ما يرد عليها، اهجروهن، يهجرها في الكلام، يهجرها في المضجع، لا ينام معها، ينام في غرفة ثانية، بيان لها أني أنا زعلان منك. إذا ما نفع معها هذا، ما نفع الوعظ ونام لوحده في غرفة وقالت الحمد لله فكه منك، السرير صار واسع الآن وأنا أنام الحالي على السرير تقلب مثل ما أريد، لا نفع معها هذا ولا هذا، إيش الحل الثالث؟ اضربوهن. واضربوهن. ما كيفية هذا الضرب؟ إيش رأيك محمد؟ الضرب غير مبرح يعني، أو يعني ما كيف غير مبرح؟ يعني ما أضربها مثلا على الوجه. طبعا الضرب على الوجه ما يجوز حتى في الدابة، حتى الإنسان لما يضرب له دابة، لو مثلا الناقة تريدها تمشي، ناقة ولا أكرمكم الله وكرم السامعين حمار تريده يمشي، ما يجوز تضرب على الوجه. فإذا كان هذا الوجه يا جماعة فما في الدابة فما بالك بالإنسان. طيب لا يضرب على الوجه، يكون ضرب غير مبرح. يقول بعض العلماء يضربها بمسواك. تخيل أنا معي مسواك، يعني واحد مثلا زعلت زوجته ما هي فاهمة، قال بالله شوف الولد طاح وشيليه، الولد طاح قريب من الدفاية مثلا ولا عند الكهرباء، الولد أبعديه، قالت يا أخي ماني فاضية، قال أقول لك أبعديه مثلا، ضربها بمسواك ونحوه، ما هو بيأخذ قارورة الماء ولا الصحن ولا السكين ويضربها، لا، الأصل أن لا يفعل ذلك. يقول أهل العلم يضربها بمسواك، يعني انظر إلى رقة المسواك يضربها به، الدليل أن ليس المقصود الإيلام. الآن أنت لما تضرب دابة المقصود أنك تؤلمها لأجل أن تطيعك، صح؟ دابة ما تفهم تقول يا ناقة يا جمل يا بعير بالله عليك أريدك تمشي، ما يفهم البعير منك هذا الكلام، الجمل ما يفهم إلا بالضرب، الحمار ما يفهم إلا بالضرب. لكن المرأة الرجل الطفل إلى في غالب الأحيان أن هذا يتأثر بالمشاعر أكثر متأثر بغيره، فأنت لما تضربها بمسواك ضربتها بيدك ضربة يسيرة ونحو ذلك، دليل أنني يا فلانة وصلت إلى مرحلة خلاص ما فوقها شيء، أني لا أستطيع أن أتحمل أكثر. هذا بالنسبة للضرب، أي إذا ضربها يضربها ضربا غير مبرح، غير مبرح يعني لا يقبح الوجه، يضربها في الأماكن التي لا تترك أثرا، ما يضرب على يد، يضرب في بعض الأماكن التي لا تسبب ضررا متعديا عليها، ولا يكون ضرب كأنه يضرب له دابة ولا كأنه يضرب له طفل بين يديه صفكه يمين ويسار. ومع الأسف ترى كثير من الأزواج لا يضرب زوجته إلا وهو غضبان، ثم إذا بدأ يضرب كأنه يضرب أمامه جدار، بدأ يضرب بيديه يمين ويسار وربما ضرب برجله، يا أخي أنت تضرب آدمي يا أخي، حرام عليك، فلا يجوز له أن يفعل ذلك.